حاجه صاحبي راه نتوما سير جي ترك سكول بلان باش غنجي جرينا نخسرو اسم جلاله الملك الله ينصرو ولكن باش نوليو حنا غير كنحتجو ونحرضوا راسنا بالماء حتى سمع. احنا عمال ديال شركه كوكا كولا جينا عدد البيرو ديال سكين كنطالبوا بالدعم ديالنا اللي خرجته لنا الدوله. ملي جينا سولنا هاد الناس قال لك حنا دفعنا لكم ديكلارينا بكم في لا سي ان اس اس ولا سي ان اس اس رفضت لكم الطلب وحنا الشركه اللي خدامين فيها شركه كوكا كولا كتخلص علينا كاع الواجبات وكاع الحقوق ديالنا. يعني هاد الناس هادو خاصهم يديكلاريو بينا ونتواصلوا بالدعم ديالنا. هاد الناس ملي طرحنا عليهم هاد المشكل قال لك غادي نعطيكم 1000 درهم وديك 1000 درهم ما غاديش يعطيوها لينا. هذيك 1000 درهم قال لك غادي نسلفوها لينا. واش هادشي معقول يسلفونا 1000 درهم؟ راه هادشي ما كيدخلش العقل. الدوله حنا عاطيانا الدعم ديال 2000 درهم قالت لك القانون 2025 اي اجير توقف على العمل بسبب جائحه كوفيد 19 غادي يتوصل بالدعم ديالو. حنا توصلنا بالدعم في شهر 3 القيمه ديالو 1000 درهم والشهر ديال ابريل ما توصلناش به. دابا كنتواصلوا كنطالبوا بالدعم ديالنا ديال شهر ابريل باقي ما توصلناش به. خويا حنا اللي جينا اليوم جينا على مشروبات الغازيه الشركه مخلصاهم كاملين وهاد الناس ما بغاوش يعطيونا رزقنا اخر. شهر ربعه باقي الله ما خلصتو دابا ديال الكره بالله. شهر ربعه هاد الناس هذا معاهم الله ياخذ فيهم الحق. جيتوا تواصلتوا مع الشركه؟ تواصلنا مع الشركه وكل شيء ديال مشروبات غازيه وكل شيء مخلصينا وكل شيء وهاد الناس هادو راه مات. هذا الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اش كيقولوا لكم دابا؟ هاد الناس اخويا ما باغي قال لك ما كاينش حل. قال لك ما كاينش الحل. شنو هاد الحل؟ ما عرفنا شنو هاد الحل. سميتو هضرنا قلنا لهم واش خدمتوا شكايه بالنسبه لنا حنا حيت خصنا نستافدوا في لاسينيسيس. ما دابا انا لاسينيسيس عندي كيتخلص وانا محبوس من لوكانز تروى الى حد الساعه. علاش انا بالضبط ما نستافدش؟ لا انا لا هذا لا غيري لا ما كنهضرش غير بصفتي بوحدي كنهضر بصفه عامه. راه عمه البشر اصحابي كاين اللي كره كاين اللي واش يطحن دري يديرو صوصيت اصحابي يكمل به الشهر. راه ما بقاش حتى بنادم درهم في جيبو. والله ما سايب بنادم درهم في جيبو باش يكمل. طاكسي دابا راه خصك تسلم 20 درهم باش تجي باش تمشي. هضرتوا مع مول الشركه؟ هضرنا مع مول الشركه هضرنا مع كل شيء كنهضروا دابا حاليا مجموعين متكتلين بعضياتنا ولكن الى حد الساعه الحل باقي ما وصلناش لشي حاجه اللي هي كنطلبوا بحقنا كنطلبوا بالتعويض اللي عطانا سيدنا. ما كنطلبش انا شي حاجه خارجه نطاق رسمي. عاش الملك عاطينا 2000 درهم في الشهر ومن حقنا ناخذوها باش بنادم يجي يبدا يتحمر علينا يستحمرنا حنا. لا ما نقبلهاش مرزقنا ما نتقبلهاش ما يضيع ما حدش يطيحش بنادم من الكواريه. انا كنحنط كنضرب تماره وعندي لاسينيسيس ديالي من حقي نستافد في 2000 درهم ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.